في وداع سنة انقضت ومضت وأودعت في خزانة التاريخ، وفي استقبال سنة جديدة تكاد تولد لتأخذ مكانها في حيز الزمن والوجود، نقف الآن معا في بيت الله وفي محضر الله. مناسبة خاصة بلا شك، يليق بنا جدا في هذه المناسبة الخاصة أن نسبح الرب، نشكر الرب من كل القلب، نسبح الرب لأجل عنايته ورعايته، لأجل إحساناته ومراحمه. حقا أنه من إحسانات الرب أننا لن نفنى، مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. الرب مستحق فعلا أننا نسبحه ونباركه. يليق بنا فعلا أن نسبح الرب من كل القلب، بل يليق بنا أيضا أن نظرتنا إلى هذا اليوم نهاية السنة وبداية السنة تتغير عن النظرة التقليدية، مراجعة النفس وحسابها، مع أن ده شيء ضروري ولازم. بعض النفوس بتتسرع وتأخذ وتقطع عهود على أنفسها، بعد أيام قليلة من بداية السنة هذه العهود تتبدد وتتلاشى. ليتنا نقضي كل أيام حياتنا في العبادة والتسبيح والشكر للرب. نقرأ في سفر الرؤيا: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل شيء وهي بإرادتك كائنة وخلقة. ولما نتكلم عن العبادة والتسبيح والشكر، على طول بيجي أو بيرد على ذهننا سفر المزامير. سفر المزامير ده السفر، سفر العبادة وسفر التسبيح، السفر اللي بتصلي بيه الكنيسة كل يوم، بنتلذذ بالمزامير كل ساعة من ساعات أيام حياتنا. سفر المزامير بلا شك سفر له وضع خاص في الكتاب المقدس، ده السفر اللي رجال الله سكبوا أمام الرب قلوبهم ومشاعرهم وصلواتهم. سفر المزامير ده السفر اللي بيقدم الإنسان في كل حالاته الروحية، في حالات القوة والضعف، الفرح والحزن، الشكر والشكوى، كل حالات الإنسان سفر المزامير بيقدمها. سفر المزامير بيحقق الطلب اللي الرب أعلنه لينا لما قال: هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. اليوم الرسالة اللي الرب هيديها لنا هناخدها من سفر المزامير. هنتأمل في بعض الآيات من سفر المزامير بتقدم لنا موضوع في منتهى الأهمية، موضوع حياتنا مع الله وعلاقتنا مع الله وكيف ينبغي أن تكون. موضوع تعزياتنا وتأملنا في هذا اليوم المبارك وهذه المناسبة الخاصة حياتنا مع الله وقفة ومراجعة. ايه معنى الحياة مع الله؟ بنسمع كتير التعبير ده، واحد له حياة مع الله، واحد له علاقة بالله، يعني ايه؟ هو في واحد له حياة مع الله والتاني ملوش؟ الله في محبته وتنازله، في تدبيره وحكمته، ادى للإنسان هذا الامتياز الخاص انه يكون ليه علاقة خاصة به دون كل المخلوقات. من اللحظة اللي الرب فيها قصد في فكره انه يعمل الانسان على صورته كشبهه، ده ادى الانسان دون السائر الخليقة هذا الامتياز الخاص ان يبقى له حياة وعلاقة مع الله. طب ايه سمات العلاقة مع الله برضو عشان نراجع علاقتنا احنا مع الله؟ نمرة واحد، السمة الاولى من سمات علاقتنا وحياتنا مع الله انها علاقة شخصية. يعني العلاقة مع الله ليها الجانب الشخصي، الجانب الشخصي. يعني الرب قدسنا كلنا وصيرنا شعبه الخاص،
وعلى مستوى كل فرد مننا جه اتبنى كل واحد مننا زي ما قال معلم بولس السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. مش بس اتبنانا، لا ده كمان صيرنا اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. التلاميذ لما طلبوا من الرب يسوع يا معلم علمنا ان نصلي، قالوا متى صليتم؟ قولوا ابانا. ابانا علاقتنا بالله علاقه شخصيه، علاقه اب بابن، علاقه شخصيه كيانيه، لدرجه ان كل انسان مننا بينظر للمسيح ان هو الهه الشخصي الخاص، ولازم احس بدي ولازم اعيشها، ان انا لما بصلي للرب يسوع ده الهي الشخصي. يقدر كل واحد مننا ان يختبر نفس الكلمات اللي اختبرها بولس لما قال الذي احبني واسلم نفسه لاجلي، احبني انا واسلم نفسه عشاني انا. القديس اغسطينوس اختبر هذه العلاقه الشخصيه مع الرب لما كان بيصلي، كان يقول للرب رب انت تسهر علي، تهبني كل عطاياك، تنسى العالم كله كاني وحدي موضوع حبك. كل واحد مننا ممكن يقول نفس الجمله دي للرب لما بقف اصلي، كان الرب بينسى العالم كله كاني انا جوهر اهتمامه وموضوع حبه. اذا علاقتنا مع الله علاقه شخصيه. هل ليك وليكي هذه العلاقه الشخصيه اللي تخليني احس ان الرب يسوع ده هو الهي، هو مخلصي، هو راعي، ان الاب السماوي هو ابويا وان انا ابن؟ ده نمره واحد. نمره اثنين، علاقتنا بالله علاقه شركه. امين هو الله الذي به دعيتم الى شركه ابنه يسوع المسيح ربنا. في موضع اخر اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. شركه، علاقتنا مع الله علاقه شركه. يعني ايه شركه؟ يعني ايه شركه؟ شركه يعني انا ببقى موجود في محضر الله على الدوام في حاله شركه. يعني ايه؟ ببساطه الرب يسوع المسيح لما كان على الارض ما كانش ممكن يظل على الارض الى الابد، وفي الوقت ده ما كانش ممكن ياخد ولاده معاه للسماء، كان لابد ان الرب يصعد للسماء، وفي الوقت ده ما كانش ممكن ياخد اولاده. لكن في نفس الوقت الشيء اللي احنا مش مدركينه ان الرب يسوع المسيح كراعي بيحمل في احشائه محبه غير محدوده لقطيعه لاولاده، لا يستطيع ان يتركهم. عشان كده الرب اعد الوسيله دي من قبل ان يصعد، اعد الوسيله ان هو هيصعد الى ابيه واولاده يظلوا في الارض، ومن عند الاب يستحضر قلوب اولاده، يستحضر كل قلب وكل شخص لكي يكون في شركه معاه. مش بس كده، ده كمان هو يجيب الاب الى قلوبنا، منازلنا المملوءه ببركات الشركه، زي ما قال الرب يسوع المسيح ان احبني احد يحفظ كلامي ويحب ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. الشركه، الشركه معناها ايه؟ ان انا في كل مره بقف اصلي انا في محضر الله في شركه وثيقه، في مشاركه، في مشابهه، في تمتع بالابن وتمتع ايضا بالاب. هنا السؤال، هل ادركنا مره من المرات هذه الشركه وعشنا في ملء الشبع بالشركه مع الله؟ هل الشركه بيننا وبين الله شركه مستمره ولا متقطعه؟ اذا علاقتنا بالله علاقه شخصيه، نمره اثنين علاقه شركه، نمره ثلاثه علاقه عشره. احنا ازاي بنعرف المسيح؟ بالعشره. علاقه العشره معناها ايه؟ احنا في بيننا وبين الرب نوع من التواصل، عشره دائمه، من خلال الصلاه، من خلال الشبع بكلمه الله، من خلال الانتظار في محضر الله، من خلال عمل الروح القدس في القلب، من خلال كل الاحساسات الروحيه اللي الرب بيديها لنا. عشره، وكل ما بننمو في العشره مع المسيح بننمو في معرفته، معرفه شخصه ومعرفه فكره ومعرفه مشاعر قلبه تجاهنا.
وكل ما بننمو في المعرفة دي كل ما بنزداد في مشاعر التكريس والتقديس لله، كل ما بننمو في الخضوع والطاعة والعشرة دائما. العشرة دي خلت واحد زي القديس بولس يقول ايه؟ لأعرفه، لأعرفه. معرفة اختبار ومعرفة عشرة. هل لنا العشرة دي مع المسيح ولا الرب لا يزال إله غريب بالنسبة لنا؟ عشرة الرب أعطانا إن علاقتنا دي تبقى علاقة شخصية وعلاقة شركة وعلاقة عشرة، والسمة الرابعة إنها علاقة عطاء وأخذ. دي نقطة مهمة لازم نفهم، إن علاقتنا بالله دي علاقة بتخص شخصين فردين، مش علاقة أحادية، مش أنا مركزها، لا، العلاقة بيني وبين الله فيها شخصين، ولابد من خلال العلاقة دي يراعى كل طرف من الطرفين. لابد أني أراعي مشاعر الله، لابد أن أقدم أولا للرب، أقدم لي قبل أن أطلب أو أأخذ منه، أقدم لي عبادة تسبيح، أقدم لي شكر من كل القلب، أقدم لي الحياة، أقدم لي قداسة السلوك، أقدم لي كل شيء، وبعد كده أخذ منه. مكتوب عن الرب أنه يهب خيرات للذين يسألونه، بس مش ممكن أخذ منه إلا إذا قدمت له في الأول. مشكلة صلواتنا أن كل ما نصلي إحنا مركز الصلاة، بنذكر طلبات دون أن نشعر أن هناك طرف آخر في العلاقة هو الرب. إله مملوء بالمشاعر، له اهتماماته. الرب يسوع قال مثل في الإنجيل رائع بيتكلم عن سيد له عبد، والعبد شغال في الحقل طول اليوم، بيدخل العبد تعبان، هل السيد بيقول له اجلس وانا اخدمك؟ لا، يقول له ايه؟ تمنطق واخدمني انا اولا ثم اذهب. لابد ان نشبع قلب الله اولا، علاقه فيها عطاء واخذ. اذا العلاقه بيننا وبين الله علاقه شخصيه، علاقه شركه، علاقه عشره، علاقه فيها عطاء واخذ. لازم نراجع علاقتنا مع الله على الاسس دي، على الصفات او السمات دي. سفر المزامير بيظهر لينا هذه السمات وغيرها كتير. عشان كده لما هنتكلم عن حياتنا مع الله من خلال سفر المزامير نتأمل في بعض الآيات القليلة. ناخد أول آية في مزمور 29، مزمور من المزامير الرائعة، وبنصليه في صلاة الساعة الثالثة. المرنم يقول إيه؟ قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا لله في زينة مقدسة. المرنم في الآية دي كرر كلمة قدموا ثلاث مرات عشان يرسخ مبدأ مهم في حياتنا وعلاقتنا مع الله، مبدأ التقديم، ان انا بأقدم لله. الرب مش البنك بتاع الطلبات اللي انا باستمرار باخد منه، انا بقدمه. بقدم ايه؟ قدموا للرب يا ابناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، يعني قولوا رب المجد لاسمك، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. السجود معناه العبادة. اذا اول نقطة مهمة في علاقتنا وحياتنا مع الله ان لازم كل نفس مننا مؤمنة تدرك لماذا تعبد الرب، وايه معنى العبادة، وكيف تقدم العبادة، ليه مطلوب مننا اننا نقدم عبادة للرب. الرب هو الاله وحده ولا اله سواه، ولانه هو الاله وحده لابد ان تنحني ليه كل ركبه وكل لسان يعترف به هو الرب ليس سواه. قديس يوحنا الرائي في سفر الرؤيا بيقدم لينا مشهد رائع عن العباده، يقول ايه؟ وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامه وشكرا للجالس على العرش الحي الى ابد الابدين، يجي بقى الاربعه والعشرون قسيسا يطرحوا اكاليلهم ويقدموا المجد للحي الى ابد الابدين، يقولوا مستحق انت يا الرب الاله ان تاخذ المجد والكرامه والقدره. عباده انهم يطرحوا الاكاليل ويسجدوا للحي الى ابد الابدين، ده معناها عباده. السجود معناها عباده، والسجود معناه ان انا بقول الرب انت هو الملك وانت هو السيد، وانا بقبل تماما ملوكيتك وسيادتك على حياتي. ده معنى العباده. الشيء الملفت للانتباه
ان اول مرة يجي كلمة سجود او يسجد في الكتاب المقدس جاءت في تكوين 22، قصة بتاعة تقديم ابراهيم لاسحاق ابنه ذبيحة. خلي بالنا ابراهيم يقول ايه للغلامين، فقال ابراهيم للغلامين اجلسا انتما هنا مع الحمار وانا والغلام نذهب ونسجد ثم نرجع اليكما، نذهب ونسجد ثم نرجع اليكما. كان ابراهيم ذاهبا لكي يقدم ابنه ذبيحة على مذبح الطاعة والخضوع، وابراهيم عبر عن هذا التقديم ان ده هو السجود. اذا العبادة هي تقديم لله، تقديم. احنا بنقدم للرب تمجيد لائق بشخصه، بنقدم للرب شكر من كل القلب، بنقدم للرب تسبيح، بنقدم للرب أمانة، بنقدم للرب كل شيء. الرب يسوع في حديثه مع المرأة السامرية قال لها الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. ده موضوع في منتهى الأهمية. لازم نراجع طبيعة عبادتنا للرب في مخادعنا وفي صلواتنا الكنسية. كلنا بنحضر قداسات، حد خد باله ان وانا جاي بصلي القداس؟ خلي بالكم الكنسيين مننا يعرفوا ان لترجية القداس هي قمة العمل التعبدي الارثوذكسي. هل انا وانا جاي اصلي القداس مدرك تماما ان جاي اقدم عبادة للرب؟ انا مدرك ده ولا بس انا معايا كام طلبه كده كاتبهم في ورقه وبديهم لابونا اقول لهم فضل اخي وانا احط له دول على المذبح؟ انا جاي اقدم عباده. هل وانا في مخدعي بصلي بسجد امام الله بالروح والحق وارفع تسبيح للرب ولا لا؟ اذا اول ركن او اول اساس من اساسيات حياتي مع الله هو العباده. نمره 2، ايه ثانيه برضو المرنم يقول في المزمور احمد الرب بكل قلبي أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بالرب أرنم باسمك أيها العلي. هنا المرنم بيحمد الرب، بيتحدث ويحدث الآخرين عن جميع عجائب الرب، بيفرح ويبتهج بي ويرنم لي. كل الكلام ده معناه التسبيح. خلوا بالكم احنا كتير بنصلي، كلنا بلا استثناء بنصلي، والشاطر مننا اللي يحط اكبر عدد من الطلبات في صلاته، صلاه كلها طلبات. هل شعرنا بلحظه من اللحظات ان قبل ان نقدم طلبات للرب لابد ان نسبح الرب؟ نسبح الرب. يعني التسبيح، التسبيح هو تقديم التعظيم والتمجيد والمدح والشكر للرب. ودائما التسبيح بياخد شيئين مهمين. نمرة 1، تسبيح الرب في ذاته، شخصه، صفاته، كمالاته، وتسبيح الرب في أعماله ومعاملاته مع الإنسان. التسبيح هو أسمى درجات الصلاة لأنه خالي من الطلب. احنا بنقف أمام عرش الله ونقدم ليه مناجاة وتسبيح وشكر من غير ما نطلب أي حاجة. التسبيح ده هو العلامة الأكيدة على أن حياتي من الداخل حياة فرحة متهللة، نفسي عرفت الرب وحبته من كل القلب وبالتالي سعيدة به، بتسبحه بتشكره. معلمنا بولس رفع التسبيح لمستوى الذبيحة، فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه معترفة باسمه. التسبيح ده المفروض يبقى منهج حياتنا. مرنم يقول في مزمور تاني أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. مش بس كده، حتى في أوقات الضيق، حتى في أوقات الضيق. حبقوق النبي اختبر اختبار رائع وقال ايه؟ قال مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تعطي طعاما، انقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاوي. كل الحالة سيئة، لكن مع كده فإني أبتهج بالرب إلهي ومخلصي برغم كل الظروف دي. التسبيح لم ينقطع من قلبي. سفر الأعمال يسجل لنا موقف رائع. كان بولس وسيلة نحو منتصف الليل يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. كانوا مضروبين ومسجونين، قاموا في نص الليل يصلوا ويسبحوا ربنا. تسبيح، التسبيح. النفس المتضايقه
الان لما تسبح الرب عايز تقول يا رب انا واثق فيك، انا رب واثق فيك، واثق في ايدك القويه، واثق رب انك انت وحدك القادر على ان تحول الضغوط والاحزان الى قوه فرح جديده. التسبيح هو العلامه الاكيده اننا ابتدينا ما نهتمش بنفسنا قوي، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. برضو تسبيحنا لله محتاج مراجعه، ودي رساله من الرب لينا. احنا بنهتم بزواتنا زياده، لكن الرب اله مبارك عظيم مستحق ان نسبحه. يبقى اساس علاقتنا بالله كيف نقدم له عباده، اساس الشركه اللي بيننا وبين الله كيف نسبح الرب على الدوام. ناخد ايه كمان، الحياه مع الله بيشبهها او بيقدمها لنا المرنم في مزمور 16 يقول ايه، الرب نصيب قسمتي وكأسي انت قابض قرعتي. الرب نصيب قسمتي وكأسي انت قابض قرعتي. المرنم في المزمور ده ببساطه بيقول الرب يا رب انت نصيبي ومش عاوز نصيب غيرك، انت كأس ارتوائي وشبعي، انت يا رب اللي ماسك في ايدك ميراثي. ده معنى الآية. هنا الحياة مع الله موقف وقرار. الموقف هو ان الرب يكون هو نصيبك الوحيد، والقرار انك تعيش معاه ولأجله. الحياة مع الله موقف وقرار. ايه موضوع النصيب؟ عارفين اللي يرجع للعهد القديم، الرب في العهد القديم قدس سبت لاوي عشان هو اللي يخدم القدسات، وقال ايه، لذلك لاوي ليس له نصيب ولا قسم مع اخوته، نصيبه هو الرب، نصيبه هو الرب. لاوي ملوش قسم مع اخواته، نصيبه هو الرب. في نعمة العهد الجديد لا، احنا ما عندناش سبط لاوي، الشعب كله اصبح مقدس. الرب يقول علينا كده، اما انتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الرب قدسنا كلنا وقال خلوا بالكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم في أرواحكم التي هي لله. المسيح لما مات وقام لكي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. والمدح الرائع اللي مدحه الرب لمريم اخت مرسى، قال عنها اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. الرب نصيبي، قال كده ارميا النبي، نصيبي هو الرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه. هل انا خدت الموقف ده وخدت القرار ده ان الرب بالفعل نصيبي مش كلام وعظ؟ هل هو الرب فعلا نصيبي ولا عمال ادور على انصبة اخرى احطها مكانه؟ هل الرب هو نصيبي فعلا؟ هل انا بعيش معاه فعلا؟ اذا الحياة مع الله موقف وقرار. لازم اراجع نفسي قبل ما تنتهي السنة وقبل ما تنتهي سنة وانا مش واخد بالي، هل فعلا استطيع ان ارتب اولوياتي واهتماماتي على هذا الاساس ان الرب هو نصيبي، ليس لي نصيب سواه، ده النصيب الذي لن ينزع منا. ناخد كمان آية تاني، الحياة مع الله يكشف لنا مرنم في المزمور يقول ايه، ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق. في مزمور تاني يقول ترسل هو لجميع المحتمين به، لأنه من هو إله غير الرب، ومن هو صخرة سوى إلهنا. لما بناخد القرار ان الرب هو نصيبنا ونتقدم في العشرة معاه من خلال العبادة والتسبيح، نبتدي نكتشف ان الحياة مع الله اساسها الايمان وملؤها الرجاء. حياة اساسها الايمان ملؤها الرجاء. انا عندي ايمان ان الرب ملجأ للمنسحق، المرنم اختبر ان الرب ملجأ لكل انسان منسحق. المرنم في المزمور الثاني اختبر ان الرب ترس لجميع المحتمين به، عشان كده قال له عليك القيت من الرحم، من بطن امي انت الهي، من بطن امي انت الهي. يعني اساس حياتي مع الله الايمان، الثقه
الرجاء. احنا مؤمنين بالمسيح، مؤمنين به الايمان الحقيقي. لو احنا مؤمنين به فعلا، خلي بالنا لازم ايماننا يمتحن، لازم الرب يختبر ايماننا في مواقف احيانا صعبه، في معاملات غير مفهومه، في تجارب يسمح بها الرب. عند المعاملات دي والامور الصعبه ما نحاولش كتير ندور ان عايزين نفهم، لا، احنا محتاجين في اللحظه دي للايمان. لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاه عظيمه. اما البار فالايمان يحيا وان ارتدت لا تصر به نفسي. احنا محتاجين مش نفهم في المواقف الصعبه والامور اللي مش قادرين نقبلها، لا، احنا محتاجين نؤمن اكتر ونتسلح بالرجاء. سلمنا فصرنا نحمل. انا رب حاطط ايدي في ايدك، قد اكون مش فاهم، مش مهم، بس انا واثق فيك. لو حياتنا مع الله افتقدت الايمان، ضاعت، بدون ايمان لا يمكن ارضاءه. اذا الحياه مع الله موقف وقرار، الحياه مع الله ثقه ورجاء. ناخد نقطه اخيره، الحياه مع الله عباره عن علاقه اب بابن، نقطه منتهى الاهميه. دايما الرب حريص ان يظهر لينا ابوته، وحتى من اظهاره بيقول يقول ايه يا جماعه، اسالوا يا جماعه مين، اطلبوا، اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتاخذوا فتفرحوا. واحنا كبنين بنطلب من الرب، طب بنطلب ايه؟ يجينا بقى سفر المزامير يقدم لنا طلبات مهمه. مثلا من اجل اسمك يا رب اغفر اثمي لانه عظيم. اول طلبه اطلبها من الرب الغفران، من اجل اسمك يا رب اغفر اثمي لانه عظيم. اطلب ايه كمان في مزمور تاني؟ يرد نفسي، يهديني الى سبل البر. اطلب رد نفسي، عارفين رد النفس يعني النفس اللي تايهه وضايعه في افكار غلط وممارسات غلط، اقول يا رب رد نفسي الى احضانك والى قلبك، يرد نفسي. مرنم في مزمور تالت قال طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، دربني في حقك وعلمني. يا رب انا عايز اعرف طريقك، يا رب انا عايز اعرف سبلك، يا رب انا عاوزك تدربني، تدربني في الطريق. الطلبات اللي حسب مسره الله وحسب مشيئته، انا رب بطلب الغفران، انا رب بطلب رد النفس، انا رب بطلب معرفه الطريق، انا رب بطلب انك تدربني وتفهمني. رب انا محتاج انك تفهمني. اذا انا ماشي في علاقتي مع الله باستمرار، بقدم للرب عباده، بقدم للرب تسبيح، براجع اولوياتي واهتماماتي باستمرار، وبسال نفسي هل الرب هو نصيبي بالفعل؟ هل لي ايمان بالله؟ هل لي رجاء فيه ورجائي فيه لا يقزى؟ هل فعلا انا كابن بطلب من الاب السماوي كاب وانتظر في محضره بايمان؟ هو بيعطي العطيه الصالحه في الوقت المناسب من قبله. انا بقدم طلباتي امام الله اللي انا واثق انها حسب مسره قلبه وحسب مشيئته، وانتظر امامه في ثقه البنين. اذا لينا رساله اليوم من الرب، الرساله ان لينا حياه مع الله، امتياز عظيم، بركه غير عاديه لينا. هذا الامتياز ان الرب اعطانا ان تكون لنا علاقه بالله، علاقه شخصيه، علاقه شركه، علاقه عشره، علاقه عطاء واخذ. لينا حياه مع الله اساسها العباده وقوتها التسبيح، حياه خدنا فيها قرار وموقف ان الرب هو نصيبي، نصيبي اللي انا بعتز بيه واللي مش عاوز غيره. حياتي مع الله اساسها الايمان وملؤها الرجاء ليا كابن اني اطلب من الله، والآب السماوي يهب خيرات للذين يسألونه، يعطي بسخاء ولا يعير، بس بطلب طلبات بحسب مشيئة الله، بحسب مسرة قلبه، وأنا بانتظار وإيمان ورجاء بنتظر أمام الرب. الرب يعطينا نعمة خاصة في السنة القادمة بعد لحظات قليلة لكي نبدأ مع الرب حياة جديدة بحسب المكتوب، حياة جديدة بحسب كلمة الله، حياة ترضي قلب الله فعلا وتحقق الهدف العظيم والسامي الذي من أجله أوجدنا الرب، وللهنا كل مجد إلى الأبد. آمين.